صيدلانية في كندا. النهاردة هتكلم عن بحث جديد من الحاجات اللي هي طالعة، ليه الراجل البولد الأقرع نسبة إصابته بكورونا فيروس أكتر من الراجل اللي عنده شعر أو من الست. طبعا قبل ما نتكلم على موضوع البحث ده، أنا عايزة أأكد إنه كلها في الآخر أبحاث. موضوع كورونا فيروس كله طالع ما بقالهوش كام شهر، فطبيعي ان احنا استندنا على ابحاث مش كتيرة، على شوية حاجات بيزك، حاجات معلومات او بيزك حاجات علمية، بنحط ده على ده ونحاول نطلع بدراسة او حاجة ممكن تفيدنا مع شوية ترايلز بتتعمل او تجارب على البيشنت. فعايزة اقول انه في الاخر احنا ممكن يطلع السنة الجاية الشهر الجاي دراسة مختلفة تماما، بس احنا بنحاول نقرأ بين السطور او بنحاول نوصل لحاجة ممكن تقلل او تعالج او تخفف الحدة بتاعت المرض. الراجل كل الابحاث تشير ان انت مناعتك اقل من مناعة الست، وان انت اكثر عرضة للمرض في كل الابحاث لغاية دلوقتي، ما شفناش حاجة عكس الكلام ده مع اختلاف نوع البحث او نوع الدراسة. البحث اللي فات اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات على طول كان بيقول ان مناعة الراجل قليلة، مناعة الست اقوى، وده ليها اسبابها. اتكلمت عن السكس هرمون الاستروجين والتستوستيرون، اتكلمت على الفول سنس اوف سيكوريتي اللي عند الراجل، الريسك فاكتورز، اتكلمت برضو على الانزيم اللي هو الموجود في التستس بتاعت الراجل هي الاي سي اي تو انزيم. فكان في اسباب، فانا هحط لكم اللينك بتاع الفيديو اللي فات عشان تشوفوا الاسباب. فالنتيجه اللي في الاخر مع البحث اللي احنا هنقوله النهارده بتاكد ان نسبه الراجل في الاصابه ونسبه الراجل البولد في الاصابه اكتر من اي حد تاني. الدراسه بتقول انه اتعملت طبعا دراسات كتيره. اول دراسه بتقول اخذوا 41 بيشنت، 41 مريض، لقوا 71% منهم كانوا بولد، كانوا ما عندهمش شعر. الدراسه الثانيه اخذوا 122 ميل مريض، راجل كان مريض بالكوفيد 19، لقوا 80% من ال 122 واحد دول بولد. الحاجة اللي بعد كده ده قالك ان احنا وجهنا او خلينا نفكر ان الاندروجين هرمون ده الجيتوي، ده البوابة للفيروس ان هو يدخل الخلايا بتاعتنا. ابتدت بعد كده اجتهادات كتيرة وحاجات كتيرة تتعمل، ففي دراسات كتيرة اتعملت في اليو كي، نزلوا مثلا ريبورت من البابليك هيلث انجلاند قالوا ان الرجالة اللي بتموت الارقام ضعف عدد الستات، فدي نازلة من البابليك هيلث بتاعت انجلاند. قالوا طبعا احنا حطينا في الاعتبار الريسك فاكتور اللي هي حتة الناس اللي بتدخن، الناس اللي هي بتعمل اكسرسايز، الناس اللي هي بتاخد ادوية، الجهاز المناعي، الحاجات اللايف ستايلز التانية، الفيتامينز، الناس اللي بتاخد فيتامينز، فحطوا كل الاعتبارات ووصلوا لنفس النتيجة. وصلوا كمان قالوا يبقى معنى كده ان الاندروجين او التستوستيرون او الميل سكس هرمون ده بس مش ليه علاقة بسقوط الشعر بالهير لوس، ده معنى كده ان هو ليه علاقة ان هو بيعمل بوست او بيزود الابيليتي بتاعة الفيروس ان هو يهاجم الخلايا بتاعتي. باي ذا واي هم سموا الموضوع ده جابرين ساين، ده جابرين ساين ده نسبة لدكتور فرانك جابرين، ده أول دكتور مات في اليو اس من كوفيد 19، فده يعني تكريما أو يعني عشان نفتكر الموضوع لأن هو كان بولد فاحنا سميناه جابرين ساين. الدراسة اللي بعد كده وجهنا الموضوع ده كله لحاجة بقى حلوة جدا، الناس اللي هي عندها البروستيت كانسر، الناس اللي عندها سرطان في البروستيت، الناس دي اغلب الناس دي او نسبه كبيره منها بتاخد حاجه بتقلل او بتبلوك الاندروجين هرمون. فهم قالوا طيب احنا عمالين دلوقتي بنشتكي بنقول المشكله في الهرمون الميل سكس هرمون، طيب دلوقتي الناس دي بتاخد حاجه تقلل الهرمون، هل معنى كده ان هم عشان بياخدوا حاجه تقلل الهرمون ده بيقلل الريسك فاكتورز ان هم يتعرضوا للمرض او لما بيجي لهم بيكون السيفيريتي اقل؟ يس اور نو؟ يس، الابحاث اثبتت صحه الكلام ده واتعملت عليها دراسات كتيره جدا في امريكا واسبانيا. يعني مثلا في اسبانيا عملوا دراسه بصفه عامه، يعني قالوا ان 79%
من الناس او الرجاله اللي عندها كوفيد 19 بيكونوا برضو بولد. واللطيف بقى في الموضوع ان نسبه الستات اللي كانت موجوده او عندها كوفيد 19 من الدراسه دي كان عندهم هير لوس. فالموضوع كله بيلعب في حته السكس هرمون. اتعملت برضو دراسة في إيطاليا في حتة من الأماكن اللي هي كانت المرض منتشر فيها جدا. اتعملت على 9280 مريض. وزعوهم كده لكذا جروب، أخدوا 430 واحد كانوا عندهم كانسر، ناس كان عندها بروستيت كانسر، يعني اتوزعوا أو عملوا ستاديز كتيرة. لقوا إن 4 أشخاص من 5273 واحد ديفلوبت المرض، فده والأربعة ما ماتوش. فمعنى كده إن 4 من 5273 بياخدوا حاجة بتقلل السكس هرمون أو الأندروجين هرمون. يعني معنى كده فعلا إن الموضوع ليه علاقة بي أو بيشير إنه ممكن يبقى ليه علاقة بالسكس هرمون. الكلام ده كله انا حاسه ان الفتره الجايه هيوجهنا لحاجه تانية. يعني احنا دلوقتي شغالين على حاجات بلاد سينر، حاجات تقلل تزود السيوله وتقلل الجلطات، حاجات اللي هي الانتي فايرال، حاجات الاميونو موديليتور. الكلام ده كله انا حاسه ان الفتره الجايه لو فعلا الابحاث دي اثبتت انه الموضوع ليه علاقه بالسكس هرمون يبقى البروسكار، وهنلاقي بقى الادويه بتاعت الناس اللي هي بتعالج الكانسر هنلاقيها موجوده في البروتوكول بعد كده. لانه لو هو المشكلة عندي أو ممكن يبقى فيه كريسك فاكتور حتة السكس هرمون الأندروجين، يبقى ممكن يكون إن حاجة تبلوك أو تقلل لي الهرمون اللي عامل لي مشكلة، ممكن ده يديني فرصة تسلو داون المرض إن والبيشنت إن هو يفايت. فدلوقتي الواجب اللي علينا إن احنا هنتبع برضو البروتوكول العام من منظمة الصحة العالمية. هنغسل ايدينا على طول ميه وصابون، وهنعمل هاند سانيتايزر لو ما فيش امكانيه ان انا اغسل ايدي. هنلبس الجلافز والماسك لو متوفره، والبسه بطريقه صح او ما البسهوش عشان ما اقنعش نفسي ان انا بحمي نفسي واحمي اللي قدامي وانا لابساه بطريقه مش صح. فطبعا الراجل لازم تخلي بالك، كل اسف مناعتك اقل من مناعتنا، احنا مناعتنا اقوى. موضوع تقيل عليك بس هو ده الواقع، هو ده الحقيقة. الأبحاث بتقول كده، فما تقولش أنا قوي وأنا مناعتي قوية، لا أنت مناعتك مش قوية خالص. ومحتاج أنك تخلي بالك أكتر من الست، ومحتاج أنك تتبع البروتوكول العام أكتر من الست، لأنك أنت بتحمي نفسك وبتحمي أسرتك وبتحمي الناس اللي حواليك. فخلي بالك. وبأكد تاني انه مفيش حاجة اسمها ان انا اخد دواء من غير اشراف طبي. الدواء اللي ينفع معايا ما ينفعش معاك، اللي ينفع مع الراجل ما ينفعش مع الست. الكلام ده الفيتامينات اوكي، الباراسيتامول لو مفيش تعارض او الرجي او حساسية منه مفيش مشكلة، حاجات خافضات بتاعت الحرارة مفيش مشكلة، لكن ما خدش ادوية تانية وقول اصله ده قال. لا مفيش حاجة اسمها كده، في الدكاترة، في ناس متخصصة في الكلام ده، في اشراف طبي. اخد كل حاجة باشراف طبي، لانه ممكن لو جرعة غلط ممكن تؤدي الى الوفاة او تعمل اعراض جانبية خطيرة. Stay safe everyone and have a nice day. Bye.